واش انت الوحيد؟ انا كاين في المغرب اختي كينظموني قوانين مغربيه، انا ما عايش في شي دوله اخرى. الا ملي نكون عايش في شي دوله اخرى نجي نهضر لاختي باش تكوني عارفه. انت الوحيد، الا كانوا بيقولوا لك شي مغاربه كيهضروا، هذوك المغاربه ما عايشينش في المغرب. والا كانوا عايشين في المغرب وريهم ليا، اقسم بالله طب بارطاجي لهم. الا ما بارطاجيت لهم انا ما راجلش، فهمتيني؟ وتفرجوا. السلام عليكم. حيت انا ملي تنقول لكم الخوت ما نقدرش نهضر في الكريبتو، راه ماشي تنقول لكم راه وقع لي واحد المصيبه غير جوج سيمانات وثلاثه. وتحيه لدوك الناس اللي كيتابعوني من هنا، نتمنى داك الشيء اللي درتوه معايا ديروه مع وحدين اخرين. العداله الاجتماعيه ما تجيش تخ، ما كاينش اللي يحقرني انا، ما كاينش. لا المهم داك الشيء اللي درتوه معايا ديروه مع الاخرين، حيت الا ما درتوه مع الاخرين غنبلبلها ديال بصح والليلي عليها. نتوما ما بغيتونا نبقاو متبتين في هاد البلاد ونجلسو نخدموا هاد البلاد، ما علينا. واللي الموضوع قال لك ما تبقاش تهضر ما كاينش نهضروا. السلام عليكم. ما بقات نكثروا في الهضره. دابا بنادم كيدفعك. دابا انا ملي غادي ملي غنولي في متابعه قضائيه غيجي شي واحد يفكني، ما غيجي حتى شي واحد سو الشاطر. هادشي اللي غادي نقول لهم، ما تبقاش تجي تقول لي لا علاش تدوي، علاش هادو تيدوي وانت ما تدويش. كل واحد تينشعل سميتو. واللي بغاني نهضر معاه في الكريبتو يتلاقى معايا ونهضر معاه وان تو وان، نهضر معاه عموما ما نهضرش معاه. السلام عليكم. بغيتي اخويا اجي خد رونديفو واجي، والله حتى نهضر معاك بالله. كبير ويا بغيت نتقهوى مع واحد، بغيت نهضر معاه فاش ما بغيت، ما سوق حتى شي حد. وللاسف الشديد انا راه هادشي طيعصب البلدان اخوتي تيمشيو، وحنا ديما حنا الحاجه ما نفهموش ليها نمنعوها. هادشي اللي كنفهمو فيه. سير قولها لامك هذيك اخويا، سير قولها لامك، تجي تقولها لي انا حمار. حنا ما تنفهموش شي 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 شي, شي مصيبه كحله كنمشيو نبلعوها. هذا هو هذه هي الوعوريه حنا ديالنا في هاد البلاد. هذا هو الوعر التوعوري عندنا، شي حاجه ما بقاش فيها والو نمنعوها صافي. هذا هادشي باش كنفكوها حنا في هاد البلاد.